الحمد لله تم تنفيذ دورة مهارات تحسين التحصيل الدراسي للمشرفين والقيادات في مكتب الإشراف بالدرب التابع لمحافظة صبية. كانت دورة مميزة، كان التنسيق والتنظيم عالي جدا من الإخوة في مكتب إشراف بالدرب، وحقيقة هم خلال فترة طويلة كانوا يجهزوا هذا البرنامج واختاروا بعناية فائقة الحاضرين البرنامج واختاروا التفاصيل الدقيقة لتنفيذ البرنامج. يهدف هذا البرنامج تدريبي لإكساب المشاركين القدرة على إدارة عمليات التحصيل الدراسي بكفاءة وفاعلية. هذا البرنامج احتوى على مجموعة من المعارف، مجموعة من الخبرات، مجموعة من التجارب، مجموعة من الأهداف تساعدنا بإذن الله سنة في رفع مستوى التحصيل الدراسي. شكرا جزيلا لكل من حضر، شكرا جزيلا لإدارة تعليم صبية، شكرا جزيلا لإدارة مكتب تعليم الدرب على هذا التنسيق الرائع، شكرا لكل العاملين، نتمنى بإذن الله سنتعلم دوما التميز والقيادة لهم. شكرا لكم.